مساء الخير عليكم، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من عرب وود، اهم واخر الاخبار الفنيه والحصريه. ازيك يا اميره؟ ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله تمام. حلقتنا النهارده طبعا مميزه ومليانه بالاخبار الحصريه والكواليس. ما تنسوش تتابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك وتويتر. نبتدي حلقتنا بسرعه بالهايلايتس. السبكي اختيار افلامي في مهرجان القاهره افضل رد على الابراشي. تكريم فاتن حمامه في مهرجان ايام قرطاج السينمائيه. بعد غياب طويل منى زكي تعود لمواقع التواصل الاجتماعي. ايمن بهجت قمر ينتقد التعامل مع زياره النجم العالمي مورجان فريمان لمصر. المخرج العالمي بيلي اوغست يعتزل لمهرجان القاهره الدولي. كشف مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته 37 السنه دي عن الافلام المصريه المشاركه في المسابقه الرسميه، وتاكد لحد دلوقتي مشاركه فيلمين هما من ظهر راجل وفيلم الليله الكبيره، واحتمال كبير مشاركه فيلم نواره اذا انتهت اعمال المونتاج الخاصه بالفيلم. فيلم من ظهر راجل هو التجربه السينمائيه الاولى للمؤلف محمد امين راضي اللي تالق في الدراما التلفزيونيه في السنوات الاخيره بمسلسلات ايران صديقه والسبع وصايا والعهد. الفيلم هو التجربه الثانيه للمخرج كريم السبكي بعد فيلمه الأول قلب الأسد للنجم محمد رمضان. بيلعب بطولة الفيلم النجم محمود حميدة وآسر ياسين ووليد فواز وصبري فواز والجميلة ياسمين رئيس. في حد يزق الواد ده علينا؟ الواد ده لو مسجل خطر سهل قوي اجيبه يا باشا. يا اما نبقى نعرفهم وزيهم يا اما هتبقى نهايه انا وانت يا جن. هتأثر ولا هتتعبنا في ليلتك السوداء؟ تصدق ان هم كانوا بيدلعوني وانا صغير ويقولوا لي يا رزق. واللي عند الرجاله ما يروحش. ورفعنا شعار ان اردت النجاح تاجر في السلاح. طريق كله تكاتك وميكروباصات، انما انا طريقي مسافلت ما فيهوش مطبات. فيلم الليله الكبيره تجربه جديده للثنائي احمد عبد الله وسامح عبد العزيز. الفيلم اللي كان مخطط عرضه في عيد الاضحى وتاجل بيشارك في بطولته مجموعه كبيره من النجوم. من ضمن بقى النجوم دول زينه ونيلي كريم وصفية العامري ووفاء عامر وسامحه ايوب وسمية الخشب. ومن النجوم كمان نبيل الحلفاوي واحمد رزق واحمد بدير واحمد وفيق، وبيظهر النجم احمد السقا كضيف شرف. مدد يا ربي، مدد من غير هدف. والله قصدت بابك ودير بابك ما قصدتوش، قال الباب مفتوح عمري ما قفلتوش. ان كان جسمي عن جنابك قاطع في الدورة 32 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 2008 شارك فيلم بلطية العايمة في المسابقة الرسمية، وكان برضه من إنتاج أحمد السبكي. والسنة دي بيشارك فيلمين للمنتج أحمد السبكي، وهو اللي اعتبره أحمد السبكي رد قوي على حملات الهجوم عليه بدعوى إنه بينشر الابتذال. أيوة ما نقدرش نقول لك أيوة بنحب الدنيا دي ولا بنكره، لأني أساسا ما نفرقش مع الدنيا دي ببصلة، بس الحمد لله. المهم عيالنا بقى لما يكبروا تبقى دنيتهم احلى ويبقوا مستورين. سعادتك، الناس اخر حاجه تفكر فيها في البلد دي، الناس هنا ملهاش سعر. مشروع زي ده ممكن نسميه ايه؟ ايه راي سعادتك في بورتو ماكس؟ انتوا لازم تشتروا الارض والبيوت للناس اللي ساكنين فيها وبشكل قانوني. ايوه يا باشا، طب ادينا فرصه نرد جمال مصر علينا. اي الدوله مش عايزه انتخابات نزيهه. ايوه، امال احنا كنا بننتخبوك انت واللي زيك، مش عشان الكهرباء اللي ما تقطعش الا كل ربع ساعه والميه النظيفه والصرف الصحي. الفيلم الثالث ما زال مشاركته معلقه على انتهاء مونتاجه، وهو فيلم نواره. الفيلم هو التجربه الثالثه للمخرجه هاله خليل بعد فيلم احلى الاوقات وفيلم قصر ولاد. بيلعب بطوله الفيلم النجمه منى شلبي والنجم محمود حميده، وبيشاركهم النجم الكبير احمد راتب، ومن الشباب احمد مجدي وامير صلاح. عمره خلى القلب يفرح فرحه بجد، ولا عمره خلى حد يطمن لحد. كأننا وحشينه ما
إننا وحشين مع إننا عايشين، خوف خلانا وإحنا مغمضين بنشوف. الإدارة الجديدة للمهرجان بتكرم الفنانة الراحلة فاتن حمامة واللي بيحمل المهرجان صورتها. وكمان يا أميرة بيكرم المهرجان النجم عمر الشريف ونور الشريف وحسين فهمي ونيلي كريم. بنتمنى ان يفوز فيلم مصري في المهرجان علشان يتوج صناعة السينما المصرية. ايه آخر أخبار فيلم خانة اليك؟ هنعرف التفاصيل لكن بعد شوية. النجمة غادة عادل معروض عليها بطولة أكتر من فيلم سينمائي خلال الفترة اللي جاية، ومنها فيلمين مع النجمين أحمد السقا ومصطفى قمر. وبتفضل غادل ما بين الفيلمين لاختيار واحد بس، هتبدا تصويره في شهر نوفمبر اللي جاي، وهتقرر في نهايه اكتوبر بشكل نهائي الفيلم اللي هتشارك في البطوله. اعتذر المخرج العالمي بيلي اوجست عن رئاسه لجنه التحكيم الدوليه في الدوره 37 من مهرجان القاهره السينمائي الدولي. وبرر المخرج الشهير اعتذاره لانشغاله باخراج فيلم جديد، وكمان صعوبه ترك الفيلم والحضور لمصر خلال الفتره اللي جايه. اعلنت اداره مهرجان ايام قرطاج السينمائيه تكريم الفنانة الراحلة فاتن حمامة في الدورة الجديدة من المهرجان، واللي هتقام من 21 ل 28 نوفمبر. مهرجان أيام قرطاج السينمائية من أبرز المهرجانات في تونس، واتأسس في عام 1966. انتهى المخرج أمير رمسيس من تصوير جميع مشاهده في فيلمه الجديد خانة اليك، واللي هيتعرض في نهاية السنة دي. الفيلم من بطولة محمد فراج ومحمد شاهين ورامز أمير ونبيل عيسى، وهو من تأليف لؤي السيد ومن إنتاج سماح العجمي. النجم الهندي شهيد كابور نفى تقارير صحفيه اتكلمت عن استعداد زوجته ميرا لدخول بوابه التمثيل في بوليوود خلال الفتره اللي جايه. وقال نجم مسلسل حيدر ان ميرا مش بتفكر في التمثيل من الاساس، وان حياتهم العائليه مستقره جدا، وهيحاولوا كمان يحافظوا على نجاحها خلال الفتره اللي جايه. المخرج حاتم علي مشغول في الوقت الحالي بوضع لمساته النهائيه على خماسيه مطر ايلول. الخماسيه هتكون من بطوله ماكسيم خليل ودانا مرديني وعبد الهادي صباغ، ومن تاليف اياد ابو شمال. كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن النجوم الأعلى أجراً في العالم، وظهر اسم النجم جيري ساينفيلد في المركز الأول بقائمة فناني الكوميديا الأعلى أجراً. وحصل جيري على 36 مليون دولار أرباح من أعماله الفنية خلال السنة اللي فاتت، وأدارت كمان مجلة فوربس ثروته ب 800 مليون دولار. أكد المنتج أحمد السبكي أن اختيار إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلمين من إنتاجه للمشاركة في المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة في دورته 37 هو أفضل رد على المهاجمين والمنتقدين لأفلامه. وقال كمان السبكي: أنا برد على الوالد إبراشي بالفيلمين دول، والدولة اختارت أفلام السبكي لتمثيل مصر. للأسف عطلت مشاكل تقنية عرض فيلم مارتن سكورسيزي الجديد ذا أوديشن. وطبعا مين يقدر يجمع النجوم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وروبرت دينيرو غير مخرج جريء زي مارتن سكورسيزي، إلا قال إن في شوية مشاكل في الفاست برودكشن هي اللي عطلت ظهور الفيلم للنور. كان في كلام كتير عن الفيلم ده، خصوصا عن تمويله اللي جاي من اتنين من أكبر الكازينوهات في أوروبا، وناس كتير توقعت إن الفيلم هيكون دعاية صريحة للمنتجين. اللي شغالين في فيلم ذا أوديشن ما نفوش الأخبار دي، لكن أكدوا إن مارتن سكورسيزي قدر يفرض سيطرته على العمل وما تخلاش أبدا عن الجانب الفني الإبداعي. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on. What? محبي الكوميديا يقدر يستمتعوا بأحدث إنتاجات هوليوود، وهو فيلم ذا انترن. وفيها نشوف آن هاثاواي واللي بتقدم فيه شخصية جولز أوستن، المرأة العملية اللي بتدير موقع للموضة وبتوافق على اتفاقية خاصة بخدمة المجتمع. So you're Jill's new driver? No, actually I'm her intern. That's hysterical. My intern sure keeps busy. Mr. Congeniality. Everybody loves him. You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking you. I'm Fiona, the house masseuse. Ben. How's that been? Well, oh boy. Here you go. You're not as old as I thought you were. I never had anything like this in my life. This big, beautiful, exciting thing that you created. Remember who did that?
ونتيجة الاتفاقية دي بنلاقي جولز أوستن نفسها مضطرة تقبل ببين واتيكر كمدرب عندها في الشغل. بين واتيكر أرمل وبزنس مان سابق وبيلعب شخصيته النجم الرائع روبرت دينيرو. يا ترى هيعمل إيه مع مديرته الشابة الجميلة؟ ده اللي هنشوفه في أحداث الفيلم. سألت نفسي سليم الملاك اللي سابنا وطلع للعالم الأحسن. النجمة منى زكي رجعت تاني لمواقع السوشيال ميديا واعترفت كمان بحاجة غريبة جدا. لو عاوزين تعرفوها استنونا. وصفت الفنانة كندا علوش الناس اللي بياخدوا خط واحد في حياتهم وبيدافعوا بشكل مستمر ومن غير تفكير عن فكرة معينة بينهما أغبياء. وكتبت كندا رأيها بكل صراحة على الفيسبوك وقالت: مهما بلغت ثقافتك وسعة إدراكك وإطلاعك، فإن دفاعك المستميت الأعمى والمتعصب عن فكرة أو جماعة أو منظومة ما بيحولك لغبي وساذج. نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة ليها على الفيسبوك بتجمعها بالفنانة الشابة منى عرفة بمناسبة رجوعها من تصوير مسلسل سيت كوم راجل وست ستات من تاني، وحاليا بيصوروا الجزء العاشر. وكانت التعليقات كلها على الصورة اللي مركزة على ان منى عرفة كبرت جدا وهتكبر كمان لقاء الخميسي اللي بتجسد دور امها. على المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجة قمر على زيارة الفنان العالمي مورغان فريمان لمصر على صفحته الشخصية على الفيسبوك وقال: أنا شايف أن زيارة مورغان فريمان تم التعامل معها بشكل خاطئ، كان لازم يتكرم والبلد تستغل وجوده عشان الترويج للسياحة. وقال كمان عن أزمة فريمان مع الرقابة واعتراضها على تصويره لفيلم بدون تصريح: أنا برضو مش مع اختراق القوانين أو التصوير من غير تصريح. نشرت الفنانة منى شلبي صورة جديدة ليها على صفحتها على الفيسبوك، وظهرت منى في الصورة دي وهي عاملة وشم جديد على رقبتها مكتوب عليه كلمة حرية، والصورة عجبت الجمهور منى جدا واعتبروها كمان محاولة لتوعية الناس بمعنى الحرية. بعد غياب طويل عن محبيها، شاركت النجمة منى زكي كل المعجبين على صفحتها على الانستجرام بصورة من داخل مركز تجميل وكانت بتصبغ شعرها. والصورة اللي نشرتها منى صورة سيلفي مع خبير التجميل ربيع مراد، وكتبت على الصورة شكر خاص ليه. والغريب ان منى اعترفت بكل صراحة انها صبغت شعرها علشان تتخلص من الشعر الابيض اللي ظهر فجأة في شعرها. اعترفت مذيعة برازيلية مشهورة اسمها آيريس ستيفانيلي على صفحتها على الفيسبوك انها بتحب النجم التركي أنجين إيكيوريك، واللي قدم شخصية كريم في مسلسل فاطمة، وقدم كمان شخصية عمر في مسلسل عيش الاسود. وقالت آيريس ان حبها النجم التركي خليها تفكر فيه كل يوم الصبح وبالليل، وكل ده حصل بعد ما تابعت مسلسله الاخير العيش الاسود. وطبعا النجم التركي ما يعرفش آيريس ولا يعرف اي حاجة عن مشاعر حبها ليه. أما الفنان التركي خالد أرجانش واللي قدم شخصية السلطان سليمان في مسلسل حريم السلطان، فنشر صورة جديدة ليه على الفيسبوك بلوك جديد وبشكل مختلف تماماً عن الشكل التقليدي اللي تعود جمهوره يشوفه بيه. وهو ظهر لابس قميص أبيض وكرافات ونظارة طبية، وقالت تقارير صحفية تركية أن الفنان خالد أرجانش بيستعد حالياً لعمل درامي جديد هيظهر بيه في الفترة اللي جاية بشكل مختلف عن شخصية السلطان سليمان المعظم. يا ترى النجمة هيفاء وهبي هتطرح ألبومها تملي نكحة إمتى وإيه تفاصيله؟ استنونا هنعرف بعد شوية. طرح نجم برنامج The Voice سامر السعيد فيديو كليب جديد لأغنيته الجديدة أول حب، وبتترد الأغنية على مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية. الأغنية اتصورت مع المخرج جميل جميل المغازي، وهي من كلمات وألحان صلاح الكردي ومن توزيع عمر الصباغ. يا أول حب حبيته، يا آخر حب حسيته، يا حلم بعمري تمنيته ما تحقق ليلي. يا أول حب حبيته، يا آخر حب حسيته، يا حلم بعمري تمنيته ما تحقق ليلي. من كشف المطرب محمد نور انه هيتعاون مع الفنانة الكبيرة احلام الفترة اللي جاية في اغنية جديدة هيقوم بتلحينها ليها. وقال نور انه سعيد جدا بالتعاون مع فنانة كبيرة زي احلام، وعبر عن رغبته كمان في انه يغني معاها في ديو جديد.
خايف من ايه ده احساس صعب يوم نلاقيه ايه وانا جنبك هفكر فيه كشف أعضاء فريق كايروكي الغنية عن احتفالهم بعيد ميلاد الفريق الـ 12 بطريقة استثنائية جداً المرة دي، وهيغني الفريق أربع حفلات دفعة واحدة في أقل من 48 ساعة، وهيكون في ساقية الصاوي يوم 20 و 21 نوفمبر، وهيقدم أعضاء الفريق حفلين في كل يوم. نفس المكان بس اليوم جديد، نفس الحفلة وأنا كالعادة وحيد، نفس البنات والحكايات مع اختلاف الأسماء، مزيكا بترقص زحمة تفطس والناس على بعضيها بتبصبص، ده بنفس دي بتلسن والجو مكهرب ومتنشن، دخلت واحدة شكلها غيرهم باين أوي إنها مش منهم، أجمل واحدة من غير مجهود، لابسة عادي وشعرها مربوط مربوط بلاستيك وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك. قرر المطرب حمد هلال ضم أغنية جديدة لألبومه اللي جاي بعنوان عجيب يا زمن. الأغنية من كلمات ملك عادل وألحان الموسيقار الراحل حسن أبو سعود، ولسه ما كشفش حمد هلال عن الميعاد النهائي لطرح الألبوم. الصبح بجري أربع ساعات وبعوم فراشة جمعة وثلاث وورك وماشي فات أسبوعين ولا نفسي راح زي القطط في سبع ترواح وعشان ما قلبك بقى يرتاح خلينا أقول لك الكلمتين تعالي 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 أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن الميعاد النهائي لطرح ألبومها الجديد تملي نكحة، وقالت إنها تطرحه في الأسواق ليلة راس السنة الجديدة. وبتتعامل هيفاء في الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشراء وملحنين، ومنهم محمد يحيى وأحمد عبد السلام ومحمد عاطف ومحمد رفاعي وهدي شرارة. يا ترى ايه حكاية المطرب سعد المجرد مع الإعلامية ريهام سعيد؟ خليكم معانا. كشفت المطربة العالمية أنستاسيا لأول مرة عن إصابتها بمرض سرطان الثدي واللي خضعت للعلاج منه في السنتين اللي فاتوا، وقالت أنستاسيا إن عملية الاستئصال أفضل قرار وإن العملية دي هي اللي أنقذت حياتها. وشكرت أنستاسيا النجمة العالمية أنجلينا جولي لأنها أول واحدة تتكلم عن الإصابة بالمرض ده من الفنانات لوسائل الإعلام، وقالت كمان إن جولي أدتها الشجاعة إن هي كمان تتكلم عنه من غير تكلف أو خجل.
حصل نجم الراب الأمريكي جاي زي على حكم بالبراءة من تهم سرقة مقطع موسيقي من أغنية خسارة خسارة للفنان عبد الحليم حافظ، واللي كان رفعها ضده ورثة ملحن الأغنية الموسيقار بليغ حمدي. وقال القاضي اللي حكم في القضية إن المدعي ملوش الحق في مطالبة جاي زي والمنتج بحقوق أداء الأغنية، والمقطع ده استخدمه مطرب الراب في أغنية بيج بام بام اللي صدرت من كذا سنة وحققت نجاح كبير. على الفنان المغربي سعد المجرد على التصريحات اللي قالتها الإعلامية ريهام سعيد عن أنه طلب مبلغ 70,000 دولار مقابل تصوير حلقة من برنامجها اللي بيتذاع على قناة فضائية خاصة. وقال المجرد أنه ما يعرفش ريهام سعيد وما حصلش أنه تواصل معها قبل كده أو حد من فريق إعداد برنامجها. واستغرب الفنان المغربي من ذكر اسمه في تصريحات ريهام سعيد، وأكد أن كل الأخبار اللي بتتكلم عن الموضوع ده هو ملوش دعوة بيها. اتسبب أفيش مسلسل حب لا يموت في غضب الفنانة رندا البحيري في كواليس العمل، واللي بيتم تصويره دلوقتي تحت إدارة المخرج محمد النقلي. أزمة أفيش المسلسل كان سببها إن المنتج ممدوح شاهين اتفق على عمل أفيش رسمي للعمل وكتب أسماء أبطال المسلسل وصورهم حسب أهمية أدوارهم وظهورهم فيه، وهم إيمان العاصي ومحمد رياض وحنان مطاوع ورندا البحيري. بس رندا البحيري نزلت على السوشيال ميديا أفيش تاني خالص للمسلسل وحطت صورة كبيرة ليها على الأفيش جنب إيمان العاصي ومحمد رياض، وده اعتراضا منها على الأفيش اللي نزله المنتج. رفض الفنان الشهير أميتاب باتشان تسلم جائزة بهاراتي ياش، وهو أرفع وسام تمنحه الحكومة الهندية، وبيوفر لي الحصول على مخصصات شهرية بحوالي 50,000 روبية. وطالب باتشان حكومته بتوجيه الوسام والمعاش الشهري ده إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة في الهند، واللي بتعاني من الجوع والحرمان من الحقوق الأساسية زي الطعام والمأوى والتعليم. أكدت صحف فنية تركية أن نجمة تركيا الشهيرة توبا بيوكستينا المعروفة باسم لاميس في الدول العربية بتعاني من خلافات كبيرة مع زوجها الممثل التركي أنور سايالاك، وأن الخلافات دي ممكن توصل للطلاق. ورغم انتشار الأخبار دي بشكل كبير جدا، لكن توبا رفضت التعليق، وظهرت بعد الأخبار دي في معظم المناسبات العامة لوحدها من غير جوزها، وده خلى بعض الخبثاء يتأكدوا أن الخبر حقيقي. النجمة ليلى علوي هتكون معنا بعد شوية في حدث خاص جدا، استنونا. احتفل مدير التصوير رمسيس مرزوق في الفترة اللي فاتت بصدور أول مجلة عربية بتهتم بعالم التصوير، وهي مجلة كاميرا اللي هتنافس أشهر المجلات العالمية في مجال التصوير. وخلال الاحتفالية اتكرم عدد من رموز التصوير السينمائي والفوتوغرافي وعدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة ليلى علوي والفنان محمود حميدة والفنان لطفي لبيب. كاميرا عربوت حضرت كواليس الاحتفالية وعملت لقاءات مع صناع ونجوم الفن، وكان في بدايتهم مدير التصوير رمسيس مرزوق ورئيس مجلس إدارة مجلة كاميرا. المجلة دي مهمة جدا للمصور الفوتوغرافي والسينمائي، وهي بداية دراسة وعرض أعمال الفنان المصري والفنان العربي على عشان الجمهور يتعلم يعني إيه صورة. يعني بيخش السينما بيبقى كل اهتمام الجمهور العادي للمزيكا أحيانا، للممثل، للقصة، للموضوع، إنما ما بيهتمش يعني إيه صورة. بينما السينما بدون الصورة لا تساوي شيء، ما تبقاش سينما، لأن الصورة ممكن ترفع تعبير الممثل من 30% إلى 70-80%، لأن لما يبقى إضاءة مدير التصوير إضاءة درامية فلازم يرتفع التعبير هنا. فهنا إذن الصورة مهمة جدا للممثل، للمخرج، لأن إذا كانت الصورة مش معبرة الموضوع بيضيع من المخرج، بيضيع من كل حاجة. إذن المتفرج لازم يتعلم من قراءة هذه المجلة يعني إيه صورة تعبيرية، ويعني إيه صورة جيدة، ويعني إيه صورة سيئة. وقابلنا كمان النجمة ليلى علوي وكلمتنا عن أهمية المجلة دي في عالم السينما والفن. أي حاجة بتخص السينما أو أي حاجة بتضيف للمجتمع
اكيد انا بكون حاسه ان انا لازم اشكر الناس اللي عملوا كده، زي ما انا جاي النهارده اشكر كل اللي اشتركوا في الايفنت وفي المجله دي. وكمان انا سعيده بده، انا حاسه ان انا هتعلم من المجله دي، انا حاسه ان ناس كتير غاويين تصوير هيتعلموا من ده. ليلى علوي كلمتنا كمان عن احلى ذكرياتها مع مدير التصوير رمسيس مرزوق وعن مديرين التصوير اللي استمتعت بالشغل معاهم على مدار مشوارها الفني. طبعا كان ليا الحظ ان انا اشتغل معها في اضحك تطلع الصوره حلوه، وكانت شخصيه جديده كمان عليا، والحقيقه هو عنده بيشتغل في صمت فظيع ما بتحسش بيه. احنا بنكون مستريحين وقت تحضير الشوت اللي هنصوره، لكن لما بتيجي انك تعمل الشوت بتلاقي ان انت موجود في الحالة الصح جدا الجميلة جدا اللي فيها ابداع حقيقي للشوت اللي انت هتصوره او للمشهد اللي انا هصوره او للحالة اللي انا فيها. هو مبدع، هو عاشق للصورة وللسينما وللإبداع والفن، والعظيم إنه هو مش بس مبدع، إنه هو عنده القدرة على العطاء للغير. الحقيقة ليلى علوي الناس بتشوفها وأنا بعمل انترفيو، ليلى علوي اللي في السينما ما بتبقاش ليلى علوي، بتبقى الشخصية اللي أنا شغالة بيها. واللي بيساعدني على إن أداء الشخصية التصوير والمخرج طبعاً والستايلست والمكياج، كل ده بيدخلني في حالة اللي إن أنا أكون فيها مش ليلى علوي، إن أنا أكون فيها الشخصية اللي مطلوبة في الفيلم. والحقيقة كلهم ساعدوني جداً، من أول الأستاذ محسن أحمد، محسن نصر، أستاذ محسن نصر ساعدني في بدايتي جداً وكان مؤمن بي جداً من أول الأدوار، الأستاذ سعيد الشيمي، مش عايزة أنسى حد، هم كتير جداً جداً الحمد لله كان ليا الحظ أن أشتغل معهم كلهم، مع أساتذة ومع مبتدئين. طارق المساني كان أول فيلم ليه خرج لم يعد، وبرضه من كان في المرحلة الأولى بالنسبة لي. أما المخرج محمد حمدي واللي شارك في ميلاد مجلة كاميرا، فقالنا بالتفاصيل إيه حكاية المجلة؟ النهاردة بنحتفل بصدور أول عدد من مجلة كاميرا، مجلة متخصصة في مجال التصوير باللغة العربية. الحقيقة أنا كنت محظوظ إني شاركت في ميلاد الحلم ده مع الدكتور رمسيس مرزوق من سنوات، إلى أن النهاردة بنشوفه واقع. أهمية إن يكون عندنا مجلة متخصصة في فن التصوير باللغة العربية، بيعرض فيها فنانين مصريين وفنانين عرب، في مساحة للنقد ومساحة للحوار والنقاش، في أبحاث علمية في التصوير بنترجمها وبنحطها في المجلة للهواء اللي بيدرسوا أو لطلبة المعاهد المتخصصة. الحقيقة إضافة حقيقية لمكتبات الفنون في مصر. وفي نهاية لقائنا مع المخرج محمد حمدي كشف لكاميرا أرابوت عن الجزء الثالث من مسلسل شطرنج اللي بيقوم بإخراجه، وكلمنا كمان عن أعماله الجديدة. الجديد إن شاء الله أن احنا بنحضر للجزء الثالث من مسلسل شطرنج، أتوقع أن احنا نصور في نص شهر أكتوبر، ونقول بقى خبر كده حصري لوتانا أن هيكون فيه في موسم الصيف اللي جاي فيلم سينمائي جديد من إخراجي، يعني عودة كده بعد فترة انقطاع قصيرة. يعني لو بس النية تصفى وروحك تبقى حلوة واللي عليك تعمله. بعد شوية هكون معانا لقاء خاص مع النجم عبد الفتاح الجريني، خليكم معانا. النجم الشاب عبد الفتاح الجريني من أبرز نجوم الأغنية العربية دلوقتي، وقدر يعمل بصمة مهمة جدا على مستوى الطرب والانتشار في نفس الوقت. كاميرا أرابوت كان ليها لقاء خاص جدا مع الجريني، أجراز منا يحيى حمزة، وكلم الجريني فيه عن ألبومه الجديد وكمان تفاصيل أغانيه وحاجات تانية كتير هنشوفها حالا. ومن ضمن لقاءاتنا الحصرية في عربود النهاردة معانا الفنان الجميل عبد الفتاح الجريني، منورنا في عربود وأهلا بيك. الله يخليك، ميرسي. أول مرة في عربود بس أنا متابع. ماشي، دي أهم حاجة. أهم حاجة أنا متابع. عامل إيه؟ تمام الحمد لله. عايز في البدايه طبعا اتكلم معاك عن تاخر الالبوم بتاعك، انت بقالك 4 سنين بس انت موجود، يعني سنجلات وحاجات تمام، موجود بالقلب طبعا وبالشعر. بس موجودين في الساحه، بس خدنا فتره اختيارات الى جانب ما تنساش انه الاحداث اللي حصلت واهتمامنا بشويه بموضوع الام تي في واستلام الجائزه، بعديها دخلنا على كوك ستوديو، بعديها على برامج تاني، بعديها كمان كان في اختلاف او مش اختلاف بس كان في تغيير للناس اللي موجودين عندنا في الشركه،
فكان زي ما تقول مرحلة انتقالية بس موجودين. الاختيارات شغالة، الأغاني موجودة. لا ما انت ما تخطفنيش في الكلام كده بالراحة بقى عشان هنتكلم عن الألبوم ايه واحدة 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 واحدة. يعني قول لي بتتعامل مع مين؟ الألبوم خلصت منه قد ايه؟ هينزل امتى؟ احنا خلصانين عامة، خلاص الأغاني خلصانة، بس الصراحة بحاول في الفترة اللي جاية انه اعمل ايه، انه ما نزلش مثلا البوم لوحده ويفضل مثلا الكيرف يعلى مرة واحدة وبعدين مرة واحدة ينزل مرة تاني. أوكي. لا حابب انه يبقى الاغاني زي ما تقول انه زي ما في برة بقى بيتعمل ايه، انه كل الاغاني بتتصور. يعني أوكي. لو هنزل 10 اغاني 10 متصورين، او لو 11 12 كله متصور. بس بطريقه ايه، انه تنزل اول اغنيه، ثانيه اغنيه، ثالث اغنيه، رابع اغنيه لوحدها، وبعدين يتلم كله وفي البوم كده كده هم جاهزين موجودين. بس انا هممني الموضوع انه يبقى فيه ماتيريال ماتيريال جديد عشان يبقى عندي رصيد كويس من الكليبات. الحته دي انا بحتاجها في الشغل. بس ما بتقابلكش مشاكل هناك يعني تاخر البوم بسبب مشاكل مثلا في الشركه، مشاكل انتاجيه؟ لا ناخر شويه. لا لا لا. اختياراتك كانت صعبه؟ لا اللي حصل ايه، انه هي اختياراتي عامه صعبه الى حد ما، مش صعبه بس متأني، عارف اللي هو باخد حسك في الاغنيه يعني. لا انا هعرف. لا في نقطه هنا زياده، مش اكيد مش للدرجه دي. أوكي. بس عارف بقولها كتير انه انا عندي حته حد قلق، بس قلق المجتهد، عارف اللي هو ودايما القلق ده هو اللي بينجح. مش دايما بس انا قالوا يا راجل ليه قلت مش دايما؟ خوفتني معلش. لا بس ده حلو يعني. طبعا. الفكره في شغلنا ده لما تقلق على شغلك بيطلع حلو. حلو لانه طبعا. بيبقى دايما بيدفعك لقدام ان هو انت عاوز تعمل احسن. والموضوع ده هو بيتعب اللي حواليك، يعني اللي حواليا هم اللي بيكونوا تعبانين اكتر مني. اكيد. عايزك تقول لي الالبوم كام اغنيه في لهجات غير المصري؟ يعني انا بعرف ان انت بتحب تغني لهجات كتير. صح. عايزك كده احكي لي بقى، تقول لي عملت ايه في الالبوم ده، اشرح لي كده واحرق كده الالبوم بتاعك براحتك. طب ما مثلا بس هناخد وقت 11 اغنيه ولا ايه؟ لا لا ما تقلقش يعني. طيب يعني الموضوع هتغني مش هتهرب؟ لا كده كده هتغني، بس كمل بس. حرام عليك. لا لا خالص. ماشي معناها لي. بس الالبوم انا بعتقد انه دايما كل سنه كان بيبقى في الالبوم مثلا اغنيتين، أغنية مغربي. أوكي. السنة دي هيبقى برضو نفس الموضوع بس زيادة لحاجات تانية زي ممكن خليجي، ممكن لبناني. عندي أغاني جاهزة بس هختار إيه اللي ينزل وإيه اللي يفضل معايا، لأنه عندي أغاني من أول ألبوم، من أوكي. أول ألبوم عملته في حياتي لغاية دلوقتي شايل أغاني وحلوة وكويسة جدا. يمكن الاختلاف في أول أغنية تنزل لينا بعد غياب انه ما حبيتش انه تبقى نفس الستايل اللي الناس تعودت عليه، اللي هو مثلا الحاجات الرومانس، الحاجات اللي بتجرح، الحاجات دي متنوع. يعني عاوز شويه ابقى مختلف. في ناس كتير مش هتفهم الموضوع ده، هتقول لك مش هو ده. اوكي، ما هو مش ضروري ابقى نفس الشكل اللي تعودت عليه. هحاول دايما انه اخرج، يعني احاول اخرج شويه عن المألوف. الحته المألوف دي انا بتضايق منه. بحاول دايما ابقى شايف ايه اللي ممكن مثلا غيري ما عملوش وانا عاوز اعمله. صح. مثلا الفيوجن اللي احنا عملناه اللي هو برصات على شرقي على حاجه غريبه. أوكي. ده مش كل الناس بتعمله. الفانك اللي هو اللي احنا عاملينه ده غريب طبعا، مفيش مش كل الناس هتتقبله. بس العادي اللي هو الرومانس وال ده موجود كتير، اللي هو مثلا زي اشوف فيك يوم، زي جنبك على طول، زي 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 الحاجات دي موجود منها. الحاجات اللي بتضايقكوا دي يعني في منها كتير عندي موجود، بس اتمنى بس ان هم يتقبلوا الحته دي. انا اتمنى ان اسمع اشوف فيك يوم حتى كده. ترى ما قلت اشوف فيك يوم، ما صدقت قلت الكلمه. صح، بحبها. بتحبها ليه؟ عشان نفسي اشوف اليوم ده. اعترف انا دلوقتي عم اقلب. لا بلاش بلاش. بس ايه لما تسمع الاغنيه دي؟ بلاش والنبي اقول لك، يعني هيبان عليا لما تقولي يا راجل. حبيب اشوف فيك يوم في حاجه شكلها. لا خالص، تركز معايا بس. ماشي. يلا. اشوف فيك يوم اللي انت عملته فيا، لما انت درت بيا واللي
ترضى عليا بكرة نهاردة عليك أشوف فيك يوم ولاقيك تعبان بجرحك وتشكي عشان أسامحك تشكيلي وأنا أفضل أضحك وأفرح من قلبي فيك كلامك تاني مش هيفيدك محدش ضربك على إيدك عشان تنسى حب زمان. الله الله شكلك متضايق وانا حاسس خليهم يسقفوا طيب كلهم يلا الله والله ميرسي. عايز اتكلم عن الاغنيه اشوفك يوم وهي طبعا كانت سر نجاحها في افتتاح جرين في مصر بالذات. صح. عايزك تتكلمي عن الاغنيه وكانت كلمات مين وحسيت بايه وقتها بعد نجاح اشوفك يوم؟ اول اغنيه كانت ليا كانت حاجه اسمها وحيات عينيك كانت وليد سعد وتوزيع عادل عايش وبعديها جت خسارتك في الليالي كانت الحان محمود خيامي وكلمات خالد امين وبعديها توزيع فهد. اوكي. نزل بقى بعد ما عملنا الاغنيتين دول ابتدينا ايه كنا بنخلص ساعتها في الالبوم ونزل الالبوم. نزلت بقى ايه اغنيه اشوف فيك يوم بس اغنيه اشوف فيك يوم اصلا ما كانتش بتاعتي. الاغنيه دي كانت اغنيه راشد المجد. وسمعتها. وكان هيغنيها بالمصري؟ لا كانت متسجله وبقى لها اربع سنين جاهزه وهتنزل كمان. اوكي. ف راشد المجد يعتبر الاب الروحي ليا لانه اكتشافي ودخولي المجال كان عن طريق راشد. فمدير اعمال راشد الماجد هو اللي كان مسؤول عن الالبوم بتاعي وكان في حته الاختيارات والكلام ده. فسمعت الاغنيه متغنيه اصلا جاهزه بالتوزيع بكل حاجه وكانت بصوت راشد فسمعتها اتجننت اللي هو واو اغنيه ما شاء الله يعني نفسي اغني دي وقلتها لحسن. اوكي. بتفاجئ بعد اسبوع انه حسن بيقول لي اه عامل ايه تمام الحمد لله اوكي زي الفل. طب الاغنيه اللي انت عجبتك دي مش عارف قلت له ايه شوف فيك يوم قال لي راشد بيقول لك غنيها يعني ما صدقتش مفاجاه. هو اللي حصل ايه انه انا اتخضيت طبعا اتخضيت من حاجه تانية انه الكلمه نفسها اشوف فيك يوم واحد صغير كده هيبتدي يقول اشوف فيك يوم على اللي انت عملته فيا لما انت مش عارف ايه وخش فاضل شويه ونضرب بعض اجيب اذبحه خلاص. ففي في في كميه كده كلام المفروض انه يبقى في عندك نضوج الى حد ما طبعا وفي العمر وفي الشخصيه وفي حاجات كتير عشان تقدر تقول ده يعني صعب شويه يعني. فقعدت افكر فيها طب ايه طب تمام بس صراحة ما ترددتش ولا ثانية في انه يخش وغنيها. نزلت بعد كده بصوت برضو راشد. التعليقات اللي جات لي انه لا منك انت بس من راشد غير ومش عارف ايه بس انا احتراما للشخصية وفعلا لانه هو فنان كبير بقول انه راشد ما شاء الله يعني مغني الاغنية باحساس عالي جدا عالي جدا فبشكره لانه يعني فعلا كان سبب في تحول طبعا. الاغاني الثانيه بقى اللي جت بعديها انه خسارتك في ليالي نجحت جدا في الخليج جدا وفي مصر نجحت بس ليها كده لانه انا حولتها في حته ايه انه لما بنيجي على جلسات الخليجي اللي هي في الوناسه بنلعبها اللي هو الايقاع الخليجي اللي هو سي سويت اوكي اللي هو 6 8 فبتبقى مختلفه بتمشي مع الموضوع. دايما بحاول دايما اغير يعني اعمل حاجه غريبه. جينا بعدين على الالبوم الاول والثاني والثالث ويعني ربنا سترها معنا بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اسم الالبوم خلاص قررت اسم الالبوم اللي نازل ايه ولا لسه؟ انا عندي مشكله بس في حاجه واحده انه في عندي كميه اغاني حلوه جدا قررت انه تتصور كلها. كانت البدايه من ده حبيبي اوكي اللي هي لحن لا ده لسه هتكلم معاك عن ده حبيبي بشكل ماشي يعني نرجع لها طبعا انسوا ده حبيبي نتكلم بعد كده بس اول واحده كانت هي ده حبيبي اوكي اللي بعديها هيبقى مصري برضو
بعديها مغربي بعديها. بس الشرط الاساسي عندي انه احنا قلنا انه اتفقنا انه ان كان انا وبلاتينوم ريكوردز انه يبقى تصوير كل أغنية تاخد حقها في انها تتصور. يعني انت عاوز تصور كل الالبوم قبل ما تنزله؟ اوكي ده اللي حاجه جديد. لا شوف مش حاجه جديده، بس مثلا الاخر البوم بتاع بيانسي كل الاغاني اتصورت. فكره جديد هنا عندنا على الاقل في مصر يعني. لا. يعني الناس كلها بتنزل البوم بعد كده بتصور اغنيه في الثانيه في الثالثه ماكسيمم، مثلا ما بتصورش كل الالبوم خالص. المفروض عشان حاجه واحده، لانه انا حسيت انه في كل الالبومات اللي فاتت بلاقي عندي مشكله في انه اغنيه بتتصور بتعيش اكتر من الاغنيه اللي ما بتتصورش، مع انها ممكن حقيقة. تكون احلى، فاهم؟ فانا بحس انه في ظلم في الموضوع. احنا بنحب نشوف لا العين عندنا في مثلا بيقول لك العين بتاكل، صح؟ يعني فالعين عندنا ايه بتاكل اكتر يعني. يعني بتخليك مثلا تتقبل حاجه معينه. لما يكون في اوديو ويبقى مصاحب ليه صوره بيعيش اكتر، بيدعمه اكتر بيخليه مثلا يتحفز سهل في الحفظ، صح؟ فليه نستغنى عن الوسيله دي؟ ليه نستغنى عن التولز دي؟ بالعكس نستعملها ونخلي في صوره وفي حاجه تخلي الناس تفتكر دايما الاوديو ده. فعشان كده بنفكر في ده. بس ده هيأخر قوي يا جريني برضو يعني. لا مش موضوع هيأخر، هو موضوع في ايه؟ في انه كده كده الاغاني نازله. اوكي. اني انزل البوم مره واحده بيحصل فيه ايه؟ بيحصل كيرف كده، بيطلع مره واحده للاغاني لللايف لكل حاجه. بتسمع مره واحده وبترجع تسمع مره واحده، وبيتصفى مثلا اربع تلات اغاني او خمسه بيعيشوا، وبعدين ينزل الكيرف تاني ينزل. أوكي. بس لو انا مثلا هحط مثلا سنجل في اول السنه الكرياله يبتدي ينزل شويه بعديها تانية طالع بواحد تاني نفس الموضوع كده، انا هيبقى ايه؟ هيبقى في عندي كمان حته انه موضوع القرصنه او موضوع الاغاني اللي بتنزل على طول، او ما بينزل مثلا عندي البوم بتلاقيه مره واحده ايه موجود على النت. طب ليه انا هنزل اغنيه وكده انا ما حرقتش كل الالبوم، صح؟ اغنيه وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه وكده كده سهل انك تعمل كنترول على اغنيه واحده، صح؟ بس صعب انك تعمل كنترول على 11 او 12 مستحيل. اغنيه صعب. فالموضوع في انه بس وحيقنن، انه لازمنا يقنن شويه حته الداونلودز والكلام ده. بس انا ما اعتقد انه الفكره دي هتبقى احسن بالنسبه لي. الى جانب انه كده كده هيبقى البوم جاهز موجود، وحساعد الموضوع في انه ليه احنا عملنا الكليب. لو هنتكلم عن الكليب له هي مرحله اولى عشان في مرحله تانية، والمرحله التانية نزلت امبارح على السوشيال ميديا. اوكي. ابتدينا نتكلم عنها. المرحله التانية اللي هي انه انا بختار شباب من على الفيسبوك، من على الانستغرام، فيسبوك، اي كان سوشيال ميديا عامه، يكونوا موسيقيين ويخشوا ويحطوا الفيديو بتاعهم وهم بيعزفوا الاغنيه الجديده. ده غير اللي انت كنت عامله اللي هي ذا جريني شو، اللي هي هو نفس هو الموضوع ذا جريني شو، يحطوها على هاشتاج ذا جريني شو، لانه انا هختار منهم موسيقيين. طب ولقيت حد يعني؟ شفت ناس؟ سمعت ناس كتير ولا لسه مبتديه من امبارح؟ طب انت عايز تعمل بيهم ايه؟ انا عايز افهم الموضوع. هيبقى عندي في لايف شو كونسرت لازم هعمله، وهيبقى تور على كل الوطن العربي ان شاء الله. تمام. وبره كمان. الحلو في الموضوع انه اي حد هيتم اختياره هيبقى له دعم مني، من الشركه، من كيان كله طبعا. بس ممكن ما تكونش لاقي فرصه اصلا انها تطلع. وكمان ايه؟ انه انا عارف انه في ناس كتير شاطره عندنا في الوطن العربي، اكيد. فمحتاج انا ابني بالناس دي، ابني بيهم شو، لانه هيبقى في كوريوغرافي، دانسينج، ستيج كده لينا احنا، بيرفورمانس. انا عاوز ابقى بيرفورمر، عاوز ابقى فعلا مختلف. مختلف في ايه؟ مختلف في الاغاني اللي اقدمها، ولما حد يجي يحضر اللايف بتاعي ما يحسش انه في اختلاف ما بين الصوت اللي بيسمعه في السي دي والصوت اللي بيسمعه في اللايف. لانه شويه بيبقى عيب انه انا اعمل الموضوع ده للناس.
لانه اذا ما احترمتهمش، وده ابتدى عندي من ساعه ما رحنا بلفاست عشان نستلم جائزه الام تي في ميوزك اوورد، شفت الناس بتتعامل ازاي واللايف عامل ازاي، اتضايقت جدا. رجعت حاسس ان احنا فرقت معاك جائزه الام تي في جدا جدا، يعني حسيت ان انت عندك مسؤوليه اكبر، عايز بتركز في الشغل اكتر. هو الكلام ده كبير شويه، انه يعني مسؤوليه وعاوزين نركز والكلام شويه حسيت ان الموضوع دخل في دخل كده في السياسه وكلام. لا 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 لا، هو الموضوع في ايه، في انه انت طمع. اي حد بطبيعه النفس البشريه والطبيعه البشريه انه بتشوف حاجه حلوه بتقول طب ايش معنى احنا، صح فاهم. زمان كان يمكن الاتجاه شويه انه نعمل اغاني اوكي حلوه، دلوقتي بقى الاهتمام بالحته الثانيه اللي هي اللايف، احتراما لحاجات كتير، احتراما للناس اللي بتيجي تحضر لك، احتراما ليك انت نفس شخصيا، يعني انه لازم تشتغل اكتر وتبذل مجهود اكتر واكبر. كمان لقاءنا مع جرينا ما خلصش، لسه مكملين بكره، خليكم معانا. وبكده خلص الجزء الاول من لقائنا مع عبد الفتاح الجريني، وطبعا اكيد هنستنى الجزء الثاني بكره. وكمان ما تنسوش تشاركونا وتتابعونا من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وتويتر وانستغرام. هتوحشونا. سلام.